عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد وشرح جديد على القناة، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله، كما العادة في شرح جديد وفيديو جديد على القناة. فيديو اليوم سوف يكون حول طريقة ربط صفحتك على الفيسبوك معك على الانستغرام. يعني بهذه الطريقة سوف تستطيع أن تضع كل التحديثات ضمن الفيسبوك والانستغرام في وقت واحد، أي أنه عندما تنشر مثلا على الانستغرام سيتم أيضا نشره بشكل مباشر على الفيسبوك، وكذلك العكس. مثلا إذا قمت بوضع منشور أو تحديث أو ستوري على الفيسبوك سيتم نشره أيضا بشكل أوتوماتيكي على الانستغرام. يعني يمكنك اختيار هذه الأمور ضمن إعدادات النشر أو إعدادات التحديث. لذلك أول شيء سوف تحتاج إلى أن يكون لديك صفحة وتقوم بالتبديل إلى الصفحة بهذه الطريقة. مثلا هنا أنا قمت بالتبديل إلى هذه الصفحة كمثال. سوف تحتاج إلى التوجه إلى الإعدادات الخاصة بالصفحة، إلى هنا الإعدادات، ثم الذهاب إلى الإعدادات بهذا الشكل هنا أيضا. بعدها نختار الحسابات المرتبطة، يعني هنا نستطيع إضافة إما رقم واتساب أو واتساب بيزنس وكذلك ربط حساب الانستغرام. لذلك نقوم هنا باختيار الانستغرام ثم نضغط على ربط الحساب، متابعة. بعدها يتم فتح نافذة أو براوزر خاص بالتسجيل لكي تقوم بتسجيل حسابك على انستغرام. لذلك سوف تحتاج الى التسجيل برقم الهاتف او اليوزر نيم او الايميل وكذلك الباسورد. كنقطة اضافية او كشرح اضافي بالنسبة للناس التي لديها مثلا حساب مرتبط بالفيسبوك سابقا، انا ستستطيع يعني الدخول الى انستغرام هذا الشكل، الذهاب الى الاعدادات سيتينج، ثم يعني تقوم بتغيير الباسورد الخاص بك كي تستطيع الحصول على باسورد جديد تستطيع التسجيل به بشكل منعزل عن الفيسبوك. لذلك نقوم هنا بتغيير الباسورد بشكل مباشر. لذلك لتغيير الباسورد سوف تحتاج الى الدخول هنا الى سيكوريتي او الامان، ثم تضغط على باسورد وتقوم يعني بادخال الباسورد القديم والباسورد الجديد وكذلك تأكيد الباسورد. إذا لم تكن يعني على علم بالباسورد القديم تستطيع يعني الحصول على رمز لاسترجاع أو استرداد الباسورد الخاص بك وبالتالي يعني تأكيد باسورد جديد. يعني بهذه الطريقة سوف تستطيع الحصول على إيميل أو يوزر نيم والباسورد كي تستطيع تسجيل الدخول من خلال هذا البراوزر أو من خلال هذا المتصفح الخاص بالفيسبوك كي نقوم بربط حساب الانستغرام مع الفيسبوك. لذلك سوف نقوم هنا بإدخال كل المعلومات ونعود. كما تلاحظون هنا بعد التسجيل بحسابنا الانستغرام تظهر معنا هذه الواجهة، وبالتالي نستطيع من هنا ربط الحساب. لذلك بعد التسجيل نضغط هنا على متابعة، بعدها نضغط على تأكيد، بهذه الطريقة على ما أظن سوف يتم ربط الحساب. لذلك كي نقوم بالتأكد نقوم بالرجوع إلى الإعدادات ونتأكد هل تم ربط الحساب بشكل صحيح. نضغط على الحسابات المرتبطة، كما تلاحظون هنا يخبرنا أن الحساب مرتبط بحسابنا على الانستغرام الذي قمنا بإدخاله مؤخرا. يعني بهذه الطريقة تستطيع إضافة أو ربط حساب الانستغرام أو صفحة الانستغرام مع صفحة الفيسبوك الخاصة بك، وبالتالي يعني تستطيع اختصار العديد. عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد وشرح جديد على القناة، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله، كما العادة في شرح جديد وفيديو جديد على القناة. فيديو اليوم سوف يكون حول طريقة ربط قناتك أو عفوا ربط صفحتك على الفيسبوك مع صفحتك على الانستغرام. يعني بهذه الطريقة سوف تستطيع أن تضع كل التحديثات ضمن الفيسبوك والانستغرام في وقت واحد، أي أنه عندما تنشر مثلا على شيء
الانستغرام سيتم ايضا نشره بشكل مباشر على الفيسبوك، كذلك العكس، مثلا اذا قمت بوضع منشور تحديث او ستوري على الفيسبوك نشره ايضا بشكل اوتوماتيكي على الانستغرام. يمكنك اختيار هذه الامور اعدادات النشر او اعدادات التحديث. لذلك اول شيء سوف تحتاج الى ان يكون لديك صفحة وتقوم بالتبديل الى الصفحة بهذه الطريقة. انا قمت بالتبديل الى هذه الصفحة كمثال. تحتاج الى التوجه الى الاعدادات الخاصة بالصفحة، الى هنا الاعدادات، اذهب الى الاعدادات بهذا الشكل هنا ايضا، نختار الحسابات المرتبطة. نستطيع اضافة اما رقم واتساب او واتساب بيزنس وكذلك ربط حساب الانستغرام. لذلك نقوم هنا باختيار الانستغرام على ربط الحساب، فتح نافذة او براوزر خاص بالتسجيل لكي تسجيل حسابك على انستغرام. لذلك سوف تحتاج الى التسجيل برقم الهاتف او اليوزر نيم او الايميل وكذلك الباسورد اضافية او كشرح اضافي بالنسبة للناس التي لديها مثلا حساب مرتبط بالفيسبوك سابقا، يعني انستغرام هذا سيدات. قم بتغيير الباسورد الخاص بك كي تستطيع الحصول على الجديد، تستطيع تبيه بشكل منعزل عن الفيسبوك. غير الباسورد بشكل مباشر. لذلك لتغيير الباسورد سوف تحتاج الى الدخول هنا الى سيكوريتي او الامان، ثم تضغط على باسورد وتقوم يعني بادخال الباسورد القديم والباسورد الجديد وكذلك تأكيد الباسورد. اذا لم تكن يعني على عين بالباسورد القديم تستطيع يعني الحصول على رمز لاسترجاع او استرداد الباسورد الخاص بك وبالتالي يعني تأكيد باسورد جديد. يعني بهذه الطريقة سوف تستطيع الحصول على ايميل او يوزر نيم والباسورد كي تستطيع تسجيل الدخول من خلال هذا البراوزر او من خلال هذا المتصفح الخاص بالفيسبوك كي نقوم بربط حساب الانستغرام مع الفيسبوك. لذلك سوف نقوم هنا بادخال كل المعلومات ونعود بحسابنا الانستغرام. تظهر معنا هذه الواجهة وبالتالي نستطيع من هنا ربط الحساب. لذلك بعد التسجيل نضغط هنا على متابعة على تأكيد سوف يتم ربط الحساب. لذلك كي نقوم بالتأكد نقوم بالرجوع إلى الإعدادات ونتأكد هل تم ربط الحساب بشكل صحيح. نضغط على الحسابات المرتبطة، كما ترون أن الحساب مرتبط بحسابنا على الانستغرام الذي قمنا بإدخاله مؤخرا. يعني بهذه الطريقة تستطيع إضافة أو ربط حساب الانستغرام أو صفحة الانستغرام مع صفحة الفيسبوك الخاصة بك، وبالتالي يعني تستطيع اختصار العديد من الأمور وكذلك العديد من العمل على صفحتك. يعني كان هذا فيديو اليوم باختصار حول طريقة ربط الانستغرام مع الفيسبوك وباقي الإعدادات. بالنسبة للناس التي تحتاج يعني تصميم صور أو كذلك يعني تصميم صفحات بالإضافة إلى خدمات زيادة المتابعين والتفاعلات وكذلك خدمات جلب الترافيك، فنحن نقدم هذه الخدمات بشكل كامل، من بينها أيضا تصميم الصفحات والقنوات بشكل احترافي مع الصور. يعني كان هذا فيديو اليوم، شكرا على حسن تتبعكم، نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.